سعيدة. أهلا يا مدام، الدكتور موجود؟ ثانية واحدة اتفضل. لسه سوا جاب التحليل يا دكتور. طيب متشكر. قولي لها تستناني. مدام حنان مستنيه بره. انا اديت لها ادويه وقلت لها تمشي عليها لمده اسبوعين. يا فندم دي مصممه تقابل حضرتك. حاولي تعتذري لها بلطف. حاضر. ها ما رديتيش على سؤالي، اتجوزتي ليه؟ الفلوس. ابويا كان موظف على قد حاله، وانا كان نفسي اعيش، نفسي اركب عربيات، وقبلت اني اتجوز عبد العظيم من غير ما اتردد. يعني اتجوزتيه برضاكي؟ كنت صغيره، كان عندي 15 سنه، دول حتى جابوا لي الشهاده من الدكتور علشان المأذون يرضى يكتب كتابي. ويا ترى حقق لك كل اللي في نفسك؟ اعتبرتها صفقه، ابيع كام سنه من عمري وبعد كده اتمتع بشبابي وفلوسه. وبعد مدة اكتشفت ان الفلوس ملهاش اي طعم من غير حضن راجل احس جنبه بالدفء والحب. مدام نجوى، انا شايف ان حضرتك تعبتي، ايه رأيك لو نكمل كلامنا في الجلسة الجاية؟ يا ريت يا دكتور. طب اتفضلي على المكتب. هو بس في تغيير بسيط هقول لحضرتك عليه، هتبطلي الفالينين اللي بتاخديه وهتاخدي بداله الادويه اللي هكتبلك عليها. متشكره قوي يا دكتور. انا في الحقيقه مبسوط قوي، النتيجه ممتازه. متشكره، البركه فيك. والبركه فيك انت كمان، لانك مستجيبه جدا للعلاج. ميرسي قوي يا دكتور. باي باي. مع السلامه. حضرتك هتخلص عياده الساعه كام؟ مش قبل الساعه 10. متشكره. فين يا وحدي حبيبي؟
ايه رايك في الحب؟ احيانا بيكون وقت. طب ممكن نشتري الحب؟ نشتري الحب؟ ما افتكرش، ولو ان اعتقد ان كل حاجه في الدنيا ليها ثمن. بصحتك. بصحتك. شريف، انت طبعا عرفت ستات كتير قبل كده مش كده؟ كنت اعرف ستات وكلهم حبوك قوي. يعني ليه؟ وايه اللي ليه؟ لا مش قصدي غير انك حلو وتجنن وزي القمر، حبوك قوي قوي ليه؟ علشان كنت ببيع لهم الوهم. طب وانا بتحبني؟ لا بعبدك. هو مالوش ولا صورة ليه؟ هو مين؟ جوزك. هو لازم يعني؟ علشان لما اشوفه على الاقل اعرفه. ما تشوفش وحش. طب بيعرفيني انت عليه بقى؟ علشان تبيع له الوهم. يا عفريتة. الو الو، محدش بيرد. انت متأكدة ان جوزك مسافر؟ شفته وهو بيركب الطيارة، وشفت الطيارة وهي بتطير في السماء. ايه خايف؟ هخاف من ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله
الله يسلمك. انت جيت من باريس امتى يا راجل؟ من 6 شهور تقريبا. هاي هاي اتفضل. واخبارك ايه؟ تمام. بدور على اصحابي مدام. يا اخي يا اخي نسيتني اقول لك الف مبروك على العياده. الله يبارك فيك. والف مبروك، ده انت عندك اسم الله حالات اكتئاب كتيره قوي. على فكره مسيو ميشيل بيسلم عليك قوي. مسيو ميشيل؟ مسيو ميشيل المسجل بتاع الكليه اللي استلفنا منه الاختام وختمنا بيها الشهاده بتاعت سعادتك. انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ انت عملت لي خدمه في باريس وخدت ثمنها وشكلنا الموضوع يبقى منتهي. يعني انا غلطان اني جيت اشوفك وابارك لك؟ على فكره انا قررت اعمل مشروع هنا في مصر اعيش منه واستقر. مشروع بقى هستغل فيه مواهبي وتجاربي كلها. تجاربك؟ مشروع ايه ده اللي هتستغل فيه تجاربك؟ مشروع يجنن، حته ارض في شارع الهرم اعمل فيها نايت كلاب كباري لوكس. بس طبعا انت عارف مشروع زي ده هيكلف فلوس كتير، راس مال محترم، فانا على طول رحت مفكر فيه ده جامد. عايز كام يا عصام؟ 40,000 جنيه بس. ده ابتزاز يا عصام. ابتزاز؟ وانا لما عرضت نفسي للمسؤوليه عملت لك الشهاده وبقيت دكتور قد الدنيا، عيادات وعربيات، ما كانش ده تزوير وابتزاز؟ وإذا قلت لأ؟ لأ. أنا عارف إنك ما تعملهاش لأنك ابن ناس طيبين مش متعود على البهدلة والتحقيقات والسجن. بصراحة يا عصام أنا ما عنديش مبلغ زي ده. طب أنا هسهلها لك يا شيخ، هنقسم المبلغ على 4 دفعات، كل دفعة 10,000 جنيه. قلت ايه؟ انت فاهم ان العياده بتجيب لي مبالغ كبيره بالشكل ده؟ ما بتجيبش. دي الهانم اللي كانت سهرانه معاك امبارح دي حرم المليونير عبد العظيم بيك فهمي. انا اسف يا شريف لو ضايقتك وعطلتك وضيعت وقتك، بس انا لجأت لك برضه في حق الصداقه والعشره الطويله. شريف ما تنسانيش، انا هستناك بكره الساعه 12. اديني واحد دبل للدبل. الو مين؟ اهلا يا سيدي. مين؟ الهانم موجود. ثانية واحدة. البيبي يتكلم من لندن. خلصتي شغلك؟ ايوة يا هاني. طب روحي انت. الو اهلا يا روح، وصلت لندن انت؟ وحشتين. الحمد لله على السلام. بقول لك ايه، اوعى تنسى الفرير والبراش. طيب باي باي. الو نجوى، انا بحاول اكلمك تليفونك على طول مشغول. كنت بتكلمي مين؟ جوزي. ايوه نجوى، انا ضروري لازم اشوفك. طب يلا سيب اللي في ايدك بقى وتعالى حالا. طيب انا جايك على طول. طيب باي باي روحي. ايوه من فضلك يا انسة اعتذر للناس اللي بره، مش حاضر اقابلهم دلوقتي. نجوى وحشتك.
مالك يا شريف؟ انت زعلان مني علشان خليتك تنزل وتسيب العياده بدري؟ لا ابدا مفيش حاجه. لا ده انت مش طبيعي النهارده. انا اسف يا نجم، مش قصدي ان انا ضايقك معايا. يا سلام، ولو ما كنتش ابقى جنبك وانت متضايق، ابقى جنبك امتى؟ وانت ايه ذنبك اشغلك معايا؟ ذنبي اني بحبك. الله، انت قلبتها دراما خالص. هي فعلا دراما. خلاص نشوف العقده فين ونحلها سوا. تعرفي يا نجوى اصعب حاجه على الدكتور ايه؟ انه يبقى عارف علاج المريض اللي قدامه ومش قادر يعمل له حاجه. طول ما انت بتعمل واجبك كدكتور سيب الباقي على ربنا. واذا كان المريض ده صاحبي وصديق عمري ومدين له مستقبلي. لا دي الحكايه عايزه قعده. تعال تعال اقعد وارتاح وقول لي بقى ايه اللي حصل. ليه واحد صاحبي عمري ما هنسى موقفه معايا لما جات لي ازمه نفسيه واحنا في باريس. ما كنتش هكمل دراستي ولولا وقوفه جنبي يمكن ما كنتش خدت الشهاده. طب وبعدين حصل له ايه صاحبك ده؟ فات عليا النهارده في العياده وكشفت عليه واتضح ان توقعاتي كانت في محلها. حالته فعلا خطيره. والمرض ده ملوش علاج؟ ما كانش ضميري يأنبني بالشكل ده. مش فاهم حاجه يا شريف. في جهاز جديد بيعالج المرض ده لكن للاسف غالي قوي. تمنه كام؟ 40,000 جنيه. يا ساتر، ده غالي فعلا. انا ممكن اتدبر على 10,000 جنيه دلوقتي. وبفكر ان انا ارهن العياده والعربيه. انت بتقول ايه يا شريف؟ انت ما تقدرش تستغنى عن العياده والعربيه. امال اعمل ايه بس؟ انا معايا 8,000 جنيه. وبعدين اذا جوزك سالك هتقولي ايه؟ يا اخي انا هتصرف، مالكش دعوه بيه. ارجوك يا نجوى ما تحطيش نفسك في المواقف اللي زي دي. شريف بس خلينا نفكر بهدوء في بقيه المبلغ. انا جات لي فكره. هتعملي ايه؟ هكلم واحده صاحبتي يمكن اقدر ادبر منها بقيه المبلغ. يوه التليفون ما بيردش، الزهر مش في البيت. بس ولا يهمك يا حبيبي، من باب اللي هكون عندها وهجيب لك اكبر كميه من الفلوس. تضحك بقى يا حبيبي. تعرف يا نجوى انت فعلا انسان عظيم. ثانية واحدة.
اهلا يا دكتور. اتفضل اتفضل. دي مواعيد كتير النهارده؟ مش قوي عشان في ناس اجلت. مفيش حد اتصل بيا في التليفون؟ الاستاذ عصام اتصل ثلاث مرات. ما قالش حاجه؟ بيقولوا الروشته بتاعت امبارح ناقصه دواء مهم والمريض حالته خطره، يا تلحقه يا ما تلحقوش. مدام نجوى اتكلمت؟ لا يا كويس بالليل؟ كويس جدا الحمد لله. طب قولي ما نبطل الفاليوم ده شويه بقى. بس انا استريحت عليه يا دكتور. هديلك حاجه بدل. عن اذنك يا واحده. الو نجوى انت فين؟ انا كلمتك اكتر من خمس مرات. بتتكلمي منين؟ مش عارف اقول لك ايه. كده؟ طب هاي انا هكون عندك حوالي الساعه 6. جيش شمال. لعب؟ ده انت اللعب معاكي مش سهل ابدا. ما انت كمان اهو بتلعب بخطط. بس في نقله واحده انت مش عامل حسابها. جزء كبير من الفلوس عشان تعرف تركز وتلعب كويس. ربنا يخليك ليا يا نجم. انا بقى دلوقتي لازم اكسبك. لا يا شيخ. طب كش مالك تاني. شريف تعرف واحد اسمه عصام؟ عصام مين؟ بيقول انه صاحبك كان معاك في باريس. وانت تعرفيه منين؟ كان هنا النهاردة. وده ايه اللي جابه هنا؟ بضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ اللي جابته رجليه يا حبيبي طبعا. وقال لك ايه؟ يوه قال لي حاجات كتير قوي. قعد يدردش معايا اكتر من ساعه. حكى لي عن شقاوتك في اوروبا. ده افاق وبلطجي. غريب مع ان شكله ما يقولش كده ابدا. انا عايز اعرف قال لك ايه بالظبط. يا حياتي يا شريف ما كنتش اعرف انك بتغير عليا قوي كده. بقى حد يسيب القمر ده كله ويبص لعصام؟ نجوى انا عايز اعرف عصام كان هنا ليه؟ انت كنت عايز الفلوس دي ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده انا عايزها ليه؟ شريف
انا ما يهمنيش يا حبيبي اذا كنت دكتور ولا لا. ايوه انا كل اللي يهمني اني بحبك وخايفه عليك. ما تنساش ان انت تحت رحمته دلوقتي. انا مش تحت رحمه حد. لا تحت رحمته، ممكن يبلغ عنك البوليس وحته جواب قد كده يبعتوه للجامعه يعرفوا اذا كنت خدت شهاده ولا لا، وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. مصيبه ان انا كمان بقيت تحت رحمته. وانت مالك انت؟ شافني معاك في النايت كلاب ممكن يقول لجوزي ويخرب حياتي كلها. شريف شريف صدقني احنا الاثنين بقينا تحت رحمه الراجل ده. انا لازم اقتله واخلص منه. يعني علشان تخلص من تهديده ليك تحط رقبتك انت في حبل المشنقه مش كده؟ لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته ومروح سكران، وتاني يوم اشرب قهوه ساده في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ يعني عندك حل غيره؟ عصام كل اللي يهمه الفلوس مش كده؟ ارميها له في خلقته وخلصنا منه. مش هيشبع وهيفضل منغص عليا حياتي. هو عايز كام؟ 40,000 جنيه. اخد منهم 8,000 لغايه دلوقتي. خلاص ولا يهمك. هنديله 50,000 جنيه. قصدك ايه؟ هنعمل معاه قد شركة في المشروع اللي بيقول عليه. انت برضه صدقتي الكلام ده؟ استنى بس، بشروطنا احنا. الشرط الاولاني انه يمضي لنا شيكات ب 100,000 جنيه. الشرط الثاني انه يسيب مصر نهائي. هيغيب له سنتين ثلاثة ويرجع تاني يهددني. الإيصالات هتكون باسمي، ما يقدرش يدخل نفسه في قضية تبديل. لكن هندبر المبلغ ده ازاي؟ عبد العظيم جوزي شاري لي فيلا في مصر الجديدة تيجي بتاعة 70,000 جنيه. وده هتقولي له ايه ده؟ هو ضروري يعرف ان انا بعتها. وهو يعني مشتري ده جاهز كده على طول؟ لا طبعا، بس ممكن يتدبر بسهولة. عارف الإشكال فين؟ إجراءات البيع والتسجيل ممكن تاخد وقت. يعني ما بين 10 ل 15 يوم. وهو يفضل يبتزنا ويهددنا، ده مجرم مستعد يلعب بأي كارت. شريف، أنت تسافر في أي حتة في الدنيا، تهدي أعصابك وتسيبني أنا أتفاهم معاه، وأخلص كل حاجة وبعدين أنت ترجع بالسلامة. ما قلتليش. هشوفك امتى؟ اذا ما كلمتكيش لغايه الساعه 2 يبقى اطلبيني انت. اوكي؟ اوكي. باي باي. باي باي. باي باي. مساء الخير يا سعاده البيت. مساء الخير يا ادريس. عم ادريس، يا عم ادريس، في تليفون من ست ايام صاحبه البيت. الو؟ اهلا يا استاذ عصام. لا لا حالا مسافه السكه. باي باي. تمشي كل حاجة زي ما أنا عايز علشان ما يحصلش ويبقى فيه مشاكل. مبروك.
الريشة يا الأستاذ عصام. أيوة يا فندم. حضرتك اللي بلغتي. أيوة فندم من هنا اتفضل. أمال فين القتيل اللي بلغت عنه؟ أنا دخلت من بره لقيت السرير غرقان دم والخنجر ده عليه. هل معنى إنك لقيتي خنجر ودم يبقى في حد اتقتل؟ عصام اتقتل، عصام اتقتل. خلوا كل حاجة زي ما هي لغاية ما تطلبوا المعمل الجنائي. حاضر. وعاوزك تعيل لي كل مداخل الشقة بدقة. حاضر يا فندم. شد حيلك يا مدام بوسي، من فضلك تساعدينا علشان نوصل للحقيقة. الاسم والسن والعنوان. عطيان محمد وشورتي بوسي، السن 30 سنة، سجن بالمهندسين في شارع عبد المنعم نمرة 20. علاقتك ايه بالمجني علي؟ قصدي الأستاذ عصام. خطيبي، وكنا هنتجوز قريب. مخطوبين من قد ايه؟ من سنتين بالظبط. القتيل قصدي الأستاذ عصام كان بيشتغل ايه؟ كان بيقول لي بيشتغل في الاستيراد والتصدير. مكتبه فين؟ دايما كان بيشتغل في بيته يا فندم. اي بيت؟ اللي اتقتل فيه. وايه اللي عرفك انه اتقتل؟ الدم والخنجر ودواليب المفتاحه طبعا. كنت معاه ليله الحادث؟ لا، يوميها الساعه 5 وقال لي بتصل بيه بالليل. اتصلت بيه؟ لقيت التليفون مشغول مشغول، اتخضيت وشكيت فيه. كلامك ده بيأكد وجود واحدة تانية مع عصام ليلة الحادث. تانية؟ تفتكري مثلا اللي قتلت عصام ودت جثته فين؟ ست؟ قصدي اللي قتل. وانا اش عرفت؟ انت دخلت الشقة ازاي؟ بالمفتاح اللي معايا. مدام بوسي، شقة عصام لها كم مفتاح؟ مفتاحين يا فندم، مفتاح مع عصام ومفتاح معايا. يا ترى في حد تاني معاه نسخة من مفتاح شقة عصام؟ انا قلت لحضرتك قبل كده ان مفيش الا نسختين بس، نسخه معايا انا ونسخه مع عصام. على العموم احنا متشكرين يا مدام بوسي، ممكن تروحي دلوقتي. شكرا. على فكره النيابه هتستدعيك. نيابه؟ حاضر. شكرا. مع السلامه. وما كانش المقصود بيها السرقه. المهم في الموضوع جثه عصام فين؟ في البدرون بتاع العماره. انت ومراتك وعيالك ساكنين في بدرون العماره؟ لا يا بيه، مراتي واولادي في البلد. مالك كم سنه بتشتغل بواب في العماره؟ بقالي 9 سنين. طب قول لي ايه اللي شفته بالظبط ليله الحادث؟ يوم الحادثه بصيت لقيت الاستاذ عصام نازل من عربيه الست بوسي، سلم عليا وطلع على شقته. بعد كده بصيت لقيت الواد ابن عم حسنين صاحب كشك السجاير اللي قدام باب العماره، قال لي كلم الست صاحبه العماره طلباك على التليفون. طلعت اجري، كانت هي قفلت السكه واستعوجتني وقالت له خليه يجيني حتى ولو في تاكس. ورحت لصاحبه العماره؟ ايوه، وقالت لي انها ما طلبتنيش خالص. الست صاحبه العماره متعوده انها تتصل بيك بالتليفون؟ بسيط قوي يا بيه، لما يكون في حاجه مهمه. ساكنه فين صاحبه العماره؟ في المعادي 25 شارع 10. في حد من سكان العماره بيستعمل سلم الخدامين؟ لا يا بيه، لان سلم الخدامين خفيف وبيقولوا انهم هيصلحوه. معنى كده ان اي واحد بيدخل العماره لازم يدخل من الباب الرئيسي. ايوه. امال ازاي ما حسيتش لما القاتل نزل وهو شايل جثه الاستاذ عصام؟ انا قلت لك يا بيه كنت نايم، والله العظيم كنت نايم. نايم؟ اخر مره شفت فيها الاستاذ عصام امتى؟ اول امبارح في الكباريه. ايه علاقته بالظبط بمدام بوسي؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفش؟ مش كل يوم بتشوفهم مع بعض؟ انا اعرف ان هم اصحاب. بحكم انك جرسون في الكباريه، ما لاحظتش كده قبل الحادث بيوم بيومين او حتى ليله الحادث اي خلافات بينهم؟ اول امبارح بص في ساعته وقال لي هتاخر حوالي 10 دقائق، فاتاخر حوالي ساعه، فقلقت عليه مدام بوسي، ولما رجع اتخانقت معاه.
مفيش حد غريب زار عصام في الكباريه. ايوه يا فندم، في واحد اسمه الدكتور شريف زاره قبل الحادثه بحوالي 3 ايام، وحصل بينهم كده شويه زايد. حصل ايه بالظبط؟ مش فاكر، بس كل اللي انا فاكره ان سمعت الاستاذ عصام بيهدد الدكتور وبيقول له بان عيادته واسمه سوا كتير. مفيش حد زاره غير الدكتور ده؟ ايوه، قبل الحادثه بيوم كان في مقابله مع الاستاذ عصام مع واحده ست شيك قوي. الست دي ما شفتهاش قبل كده؟ ابدا يا فندم. طب المقابله دي خدت قد ايه؟ حوالي 5 دقايق. تعرف توصف لي الست دي بالظبط؟ ايوه يا بيه، طويله وبيضة وشعرها اصفر، شعرها اصفر يا بيه. طب ما تعرفش كانوا بيتكلموا في ايه؟ لا يا بيه، كانوا بيتكلموا بحس واطي، واحنا اتعودنا زباين الكباريه ما تتكلمش بالطريقه دي. الست دي لو شفتها مرة تانية تعرفها؟ أيوة يا بيه. طيب امضي. اسمع، أيوة. الست دي لو شفتها مرة تانية في الكباريه أو لمحتها في أي مكان تاني تتصل بينا على طول. حاضر يا بيه. على فكرة يا علي، ملامح الجريمة ابتدت توضح. بحكم صلة القرابة بينك وبين الأستاذ عصام، تسمح لي أستوضح من حضرتك نقطة؟ أيوه، اتفضل. حضرتك كنت قلت لي إن هي دي النهاية الطبيعية لواحد زي عصام. بالتأكيد، إنسان فاشل ضيع كل ثروة أبوه في الكباريهات والكلام الفاضي. كان لازم يجيب فلوس بأي طريقة. وطبيعي جدا إنه يحترف البلطجة، ودي نهاية كل بلطجة. معنى الكلام ده إن شخص زي عصام أكيد له أعداء كتيرة قوي يهمهم موته. ما افتكرش. تعرف إيه عن الدكتور شريف؟ صاحب عصام. اسمه إيه بالكامل الدكتور ده؟ أظن شريف عبد المنعم، أخصائي نفساني. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. ما حد سأل عليا وأنا مسافر؟ البوليس سأل عليك. البوليس؟ أيوه. طيب متشكر. أدخل. في المعمل جنابي. مش ممكن. في ايه يا فندم؟ تحليل المعمل الجنائي جاي بيقول ان مفيش اي اثار بصمات على الخنجر، والاعجب ان الدم دم بقى دم، وبالكشف في سجلات الاحوال المدنيه ثبت ان فصيله الدم الموجوده على الملايه من نفس فصيله دم عصام. شيء حيرة. على فكره يا فندم، انا بقول السبب في ارتكاب الجريمه دول هو احتمالين، والسبب الاولاني هي علاقه نسائيه. طيب طالما عصام اتقتل، فين جثته؟ وايه مصلحة القاتل في انه يخفي جثته طالما قتله؟ اما الاحتمال الثاني، برافو عليك، هو ده نفس الاحتمال اللي انا كنت بفكر فيه من بداية التحقيق. الحمد لله على السلامة يا دكتور شريف. سيجارة؟ شكرا. بعض الشهود قالوا ان كان في خلافات مادية بينكم وبين بعض. ده مش صحيح. الفلوس اللي انت اديتها له في الكباريه كانت بتاعه ايه؟ بعد ما رجع من باريس فات عليا وقال لي ان هو عنده ازمه ماليه وطلب ان هو يستلف مني قرشين. قد ايه؟ 10,000 جنيه. على اساس ايه؟ على اساس علاقتنا القديمه. وتصرفت له في المبلغ؟ ايوه. منين؟ بتوعي. سحبتهم من البنك؟ لا، كانوا عندي في البيت. وديتهم له الكباريه مش كده؟ ايوه. ليه؟ ثقة. دكتور شريف، بحكم علاقتك بعصام تقدر تحصر لي علاقاته النسائية؟ لا. كل الشهود أجمعت على إن عصام قابل واحدة ست لأول مرة قبل الحادث،
تفتكر مين الست دي يا دكتور شريف؟ قلت له اني كنت مسافر وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وريت له الباسبور وما لقيوش الفلوس، مش كده؟ ما جابوش سيره على الموضوع ده خالص. نجوى، انت متاكده انك اديتي له الفلوس؟ قصدك ايه يا شريف؟ مش هو ده قصدك؟ مش دي ايصالات الامانه؟ مش دي امضيته على الايصالات؟ مش قصدي يا حبيبتي، لكن ايه؟ انت بتشك فيا يا شريف؟ انا اسف يا حبيبتي، بس طريقه وكيل النيابه تخوف، زي ما يكون بيتهمني. ما هو لازم يعمل كده. ربنا يستر يا شريف ويعدي الحكايه دي على خير. الحمد لله انك ما كنتش في مصر. شريف، احنا لازم نبعد عن بعض اليومين دول علشان ما نلفتش نظر حد ولا البوليس كمان. انت عارف الموقف صعب، وجوزي. انت عندك حق. طب تحب تخلي العقد والايصالات معاك ولا نقطعهم ولا ايه؟ نقطعهم احسن. انا هبقى اتصل بيك. استنى استنى. ايوه لا مش كده. يا شاي.
مالك يا نجوى؟ في ايه طيب؟ ما هو مش ممكن كده. ايه دي عشان اعرف اسمعك. الساعة 2 دلوقتي يا نجوى. طب وجوزك؟ حاضر حاضر. مسافة السكة بس. طيب. مين ده؟ وإيه اللي جابه هنا؟ مش وقته يا شريف، أرجوك خلصني من الجثة. أنت اللي عملتي كده؟ أيوه. أنت اتجننتي ولا جرت عليك حاجة؟ شريف أنا هديلك اللي أنت عايزه، بس خلصني من الجثة. مش مستعد إن أنا أشارك في جريمة قتل. لازم تقف جنبي، أنا وقفت جنبك قبل كده. أنا أقف جنبك في حاجات كتير قوي إلا إن أنا أشارك في جريمة قتل، وكفاية قوي اللي حصل لغاية دلوقتي. كده؟ طب ثانية واحدة وبعدين قرر اللي انت عايزه. شريف ما تنساش ان انت تحت رحمته دلوقتي. انا مش تحت رحمة حد. لا تحت رحمته، ممكن يبلغ عنك البوليس وحتة جواب قد كده يبعتوه للجامعة يعرفوا اذا كنت خدت شهادة ولا لا، وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته ومروح سكران، وتاني يوم اشرب قهوة سادة في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ شريف أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا مش بهددك، بس أنا في مصيبة لازم تقف جنبي يا شريف، أنا ماليش حد غيرك. مين ده؟ ده واحد كنت أعرفه من زمان وقطعت علاقتي بيه، بس شافني معاك وهددني، يا اما استمر في علاقتي بيه يا اما يقول لجوزي. يلا يا شريف ارجوك. اذا انت رايح فين؟ هروح اجيب العربيه. خد المسدس ده اتخلص منه. ارميه هنا. ساعدين. خدي بالك. رخصك من فضلك. اتفضل انت. رخصك من فضلك.
تسمح تفتح لي الشنطة؟ فتحوا انت كم عربيه زياده بس مش عارف ايه في ايه؟ عربيتين خبطوا ببعض يا مندم. طيب اتفضل انت. دكتور شريف عمل اللي عليه واكتر. الله يرحمك يا ابن عمي، خسارتنا فيك كبيرة قوي. الباقي في حالك يا مدام. الله يرحمه بقى، كان راجل عظيم وعصامي.
لها فلوس ابونا كلها وسابنا على الحديده. يا مولاي كم خلتني. صحة نجاح العمليه هانت، فاتت كتير قوي يا نجوى، ما بقلل قليل. خلاص انا عارف اني ضيعت سنين وسنين حلوه قوي من عمرك مع الحيوان ده. دلوقتي جاء الوقت انك تتمتعي بالثروه وبالحب. لا لا يا عصام، لا ارجوك، انا اعصابي تعبانه، اعمل معروف ارحمني. معلش فاتك كتير وما بقاش الا القليل. قصدك ايه يا عصام؟ قصدي كل خير، احنا هنكمل المشروع اللي ابتديناه وكلنا هنستريح ومفيش مشاكل. اسمعي نجوى، انا عملت غلطه كبيره قوي وانت اللي هتصلحيها. مش فاهمه. انا هفهمك. المسدس اللي اتقتل به الحيوان ده مسدس الدكتور شريف، انا غلطت ورجعته العياده تاني. انا عايز المسدس ده. انت بتقول ايه يا عصام؟ والمسدس اللي انا اديته لشريف يتخلص منه؟ ده مسدس جوزك. لا يا عصام انا مش فاهمه ولا حاجه. بس انا فاهم. شريف انت جيت. ما كفايه شرب وتفوقي بقى. فوق بقى فوق ليه؟ خليني كده احسن. اتفضل يا استهان، ادي المسدس اللي انت طلبتيه. انت جبته؟ انت خايف عليا؟ انت بتحبني يا شريف مش كده؟ لا يا شريف، لا رايح فين؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ ما تفوقي بقى، اللي حصل ده تمن رقبتنا احنا الاثنين، فاهمة؟ لا، أنا قاعدة أنا لوحدي، لو البوليس عارف أي حاجة، أنا هعترف على نفسي بس. أنت مالكش دم، شريف ما سابنيش يا شريف، شريف! المسدس جابه. اشوفه بقى. مش موجود. نعم انا اتخلصت من المسدس. خلصت منه؟ ايوه. انت كلمتي؟ ايوه كلمت وزهقت منك. امشي اطلع بره. نجوى بره. نجوى بره. ايه 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 ايه
هتعترف للبوليس تقولي له ايه يا حلو هاشم؟ ها؟ هتقولي له مين اللي قتله؟ يرحمك. ما تقول يا بنت السايسه تربيت في استرلاب. اتكلمي! اتكلمي! اسمعني. عمري ما بعد الآخر خالص. فاكرة ده؟ ده عاد. فاكرة؟ أنا حقرب. إنه في يوم كذا، شهر كذا، سنة كذا، قد باع الطرف الأول حليمة عبد الدايم حنجل. هو مش اسم جد حضرتك حنجل برضه؟ إلى الطرف الثاني عصام بيك فهمي اللي هو أنا. كيت وكيت وكذا ومذا وكذا، يعني ما يعادل نصف تركة الزوج المرحوم جوز حضرتك. هسيبك بقى انت تقولي للبوليس ازاي اتصرفتي في اموال جوزك وهو عايش، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك انا مش شايف لزوم كل اللي بيحصل. ايه اللي حصل هنا وليه اتغيرتي؟ ليه؟ مش قادرة، مش مستحملة يا عصام. ضميري. ضميرك خلاص يا ستي، هقتلهولك هو رخم. انت ايه يا اخي؟ حيوان؟ ما بتحسش؟ ما عندكش ضمير؟ ضمير انا قتلته من زمان ودفنته في قبر ابويا بعد ما عمي يزور الاوراق. وبعدين واخري قوي يا نجوى، اخر حاجه تكلمي عنها الضمير يا روح قلبي، ده احنا دفنينه سوا. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ نفكر سوا. في ايه؟ في الاجراءات. انت لازم تبلغي عن غياب جوزك. انا؟ ومالك اتخضيتي كده ليه؟ امال كنت هتعترفي للبوليس ازاي؟ انا شخصيا بالنسبه للبوليس راجل ميت، انما انت مراته اول انسانه تحس بغياب جوزها، المفروض تبلغي. لا يا عصام، مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن، ممكن ولازم. ده بس بعد ما نخلص على شريف، قصدي الدكتور شريف. لا أرجوك ابعد عن شريف. بالمسدس ده انت اللي هتخلصي عليه. امسكي. حرام عليك، حرام عليك. شريف ذنبه ايه؟ شريف ذنبه ايه ده كله؟ عصام انت مش عايز فلوس؟ خدها، خدها كلها، انا مش عايزه حاجه. لا مش حكايه فلوس، لا مؤاخذة، أنا راجل حقاني ودغري. هما خطوتين، الأولانية دكتور شريف، والثانية حضرتك تبلغي عن جوزك الغايب، والتالتة تسيبيها لي أنا. جواب صغير الحكومة، تعرف مكان الجثة فين. الحكومة تعمل إجراءاتها وتاخد حقها، وإحنا ناخد حقنا. أنا آخد حقي وأنت تاخدي حقك حلوة، ومفيش مشاكل، مفيش مشاكل. فوتك بعافية بقى. الكبير عبد العظيم فهمي امينا لصندوق اتحاد الغرف التجاريه. فرحه ما تمت، خدها الغراب وطار. ايه معنى الكلام؟ ما هو اللي ما تعرفوش سعادتك، الراجل ده يبقى ابن عمي، جوز الست نجوى اللي قتلته نجوى، وسعادتك ساعدتها ودفنته.
الجريمة لابسة سعادتك 100%. مفيش أي دليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده، ده كلام فارغ. لا يا دكتور، ده كلام مليان جدا، وعندي اللي يثبت إنك على علاقة بنجوى، مش دي صورة أنت مراجع في الكبريت. يا دكتور. وبقيت شريك يا دكتور في جريمة قتل. لابساك 100%. إيه؟ عجبوك الصور؟ حلوين. بس أنا اللي مزعلني إن البنت نجوى دي طلعت أذكى منك ومني. وأنا جاي أقول لك وأحذرك إن هي نجوى تخلص عليك وتخلص منك. أنا لازم أقول للبوليس بكل حاجة. هتقول إيه للبوليس؟ هتقول له إنك دكتور مزيف؟ هتقول له إنك قتلت؟ هتقول له إنك دفنت؟ وفي حاجة تانية لازم تعرفها يا دكتور. المسدس اللي قتلت بيه نجوى جوزها يبقى المسدس بتاع سعادتك. كداب. ايوه انتوا الاثنين كدابين مجرمين. تغلى. اهدى واسمعني يا دكتور وفوق بقى، ولازم تتغدى بيها قبل ما هي تتعشى بيك. اصحى. ادخل. انت هو ما حدش قال لك ان انا موجود هنا ولا ايه؟ لا خير يا حضرة الضابط، لقيت جوز عصام. يعني ما عندكيش فكره ان كان عصام عايش ولا ميت؟ عصام ميت يا فندم. شوف يا بوسي، من مصلحتك ومصلحه عصام سواء كان حي او ميت انك تقولي الحقيقه. حقيقتي في دم على سرير عصام. يبقى طبعا عصام مات مقتول. عصام ما ماتش يا مدام بوسي. عصام ما ماتش. المسدس ده لو وقع في ايد عصام. ولما انت خايف عليا طلبتيه مني ليه؟ عصام هددني، رماني في طريقك ولعب بينا احنا الاثنين، خلاني اسجلك علشان ينفذ خطته وتقتلوا عبد العظيم وتخلوني انا كبش الفدا، مش كده؟ عصام هو اللي قتله وانا اللي دفنته. معرفش ليه على غير العادة الهانم النهاردة قافلة الباب بالترباس.
فأنا لقيت باب المطبخ مفتوح مش مقفول، لا بمفتاح ولا بترباس. أنت مستنية مكالمة من حد؟ اتكلمي! لا! طب تعالي قولي على التليفون، بس مش عايز غلطي. على مهلك. اتفضل دكتور. اتفضل! مش عايز غلط. شم ريحة غاز. أمال يا دكتور، كل شيء مترتب وتمام قوي. الفيلا دي هتولع كلها عن آخرها. عبد العظيم بيفهمي وحرام هيبقوا حتتين فحمة. ومفيش مشاكل. خليك مكانك يا دكتور. أنا يا صانع المعروف. أنت عارف كويس قوي إنك ما تقدرش تستعمل المسدس ده. ليه؟ لأنك لو ضربت طلقة واحدة كلنا هنولع. Hey!